ناطق رسمي باسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي أكد اليوم في تصريح إعلامي أنه ما فماش مرشح من الحزب للانتخابات الرئاسية 2024 ونفى كل ما يتم تداوله عبر وسائل الأعلام في هذا السياق. وشدد النابتي على أنه لم يتم تنظيم أي لقاء رسمي مع أي شخصية كانت، ومما لا شك فيه أن الانتخابات الرئاسية محطة مفصلية وسيختار الحزب من المرشحين لها من يتلائم مع مبادئه ومصلحة الوطن حسب قوله. وقال نبتي أنه بالنسبة إلى العرض السياسي اللي باش يقدمه المترشحين، قال نتمنى أن يكون في مستوى تطلعات التونسيين واستحقاقات المرحلة، ونحن كحزب التيار الشعبي سنلعب دورنا في هذا الاتجاه. بخصوص انتظارات الحزب من الانتخابات الرئاسية القادمة، ذكر محسن النابتي بضرورة تحسين ظروف عيش المواطنين والخروج من الهشاشة إلى الاستقرار الحقيقي حسب تعبيره. أيضا اعتبر محسن النابتي أنه 25 جويلية فتح على محطة انتقالية تضمنت إصلاحات سياسية كبيرة ومرحلة تأسيسية من إعداد الدستور إلى إعادة بناء المؤسسات في انتظار تركيز المحكمة الدستورية حتى تنتهي بذلك مهام الهندسة السياسية والمرحلة التأسيسية الجديدة التي دخلت فيها البلاد بعد تاريخ 25 جويلية حسب تعبيره. وفي هذا السياق دعا محسن النابتي رئيس الجمهورية إلى ضرورة تركيز المحكمة الدستورية قبل الانتخابات الرئاسية، وقال بأن الرئيس مطالب بتركيز المحكمة الدستورية قبل الانتخابات الرئاسية حتى يدخلها وقد استوفى البناء الدستوري الذي وعد به التونسيين. وقال أنا أعتقد أن الرئيس في هذا الاتجاه حسب تأكيده. محمد الصافي سعيد قدم أو أعلن يعني ترشحه نيته، معناه أنه باش يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في ندوة صحفية اليوم، وقدم في الندوة هذه برنامجه الانتخابي اللي يتضمن تنقيح للدستور عبر البرلمان على ضوء دستوري 2014 و2022، مع تعديل أو تقويم النظام السياسي وبناء نظام رئاسي معدل ومتوازن وتشكيل محكمة دستورية وإصدار قانون جديد للأحزاب والجمعيات وإعادة تشكيل هيئة الانتخابات وتحرير القضاء من السلطة التنفيذية حسب تعبيره، والإعلان عن انتخابات برلمانية مبكرة بعد استشارة المحكمة الدستورية. كما تضمن البرنامج الانتخابي لصفي سعيد إلغاء قانون الصرف القديم ووقف العمل بقانون الشيكات وتطهير السجون من كل مساجين الرأي والسياسة وإعادة تأهيل السجون والمساجين. وتضمن البرنامج الاقتصادي لصفي سعيد تحرير الأرض من الملكية المشاعة من خلال تشريع جديد يهيئ لإصلاح زراعي الشامل وتحويل المجلة التجارية والتشريع مجلة استثمارات جديدة تكون متناسبة مع المعايير الدولية. أما بخصوص قضية المهاجرين، اقترح المرشح للانتخابات الرئاسية محمد الصافي سعيد، هو مازال كي أعلن نيته الترشح، مازال ماهوش مترشح إلا ما يقدم الترشح بتاعه ويقبل حينها يصبح مترشح. أما صافي سعيد الذي أعلن نيته الترشح اقترح أنه يتم صياغة قانون لتنظيم واستيعاب المهاجرين الأفارقة للحد من تدفقهم الفوضوي بما يتناسب مع مدونة حقوق الإنسان ومستقبل العلاقات التونسية الإفريقية. وقدم صافي سعيد حزمة مشاريع كبرى أهمها غراسة 5 ملايين شجرة زيتون وغراسة 1.5 مليون شجرة نخيل وتهيئة 300 ألف هكتار في كل سنة لزراعة الحبوب والأعلاف وبناء ما لا يقل على 5 محطات متوسطة الحجم لتحلية مياه البحر عن طريق الطاقة الشمسية وبناء مطار دولي جديد بطاقة 15 مليون مسافر يكون بعيد على العاصمة وبناء مجمع متكامل للمحاكم والقضاء وبناء شبكة من السجون الجديدة وبناء ما لا يقل على 3
مركبات ومجمعات استشفائية كبرى وشاملة ومتكاملة في الشمال والوسط والجنوب، والعمل على بناء مستشفيات أخرى بالشراكة مع ليبيا والجزائر. وفي مجال الاجتماعي قدم صفي سعيد البرنامج الانتخابي بتاعه يتضمن إصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية، مضاعفة خدمات المتقاعدين والمعوزين وذوي الحاجات الخاصة، مع رفع نسبة تملك الأسر للمساكن بنسبة 20% خلال الخمس سنوات القادمة، واستحداث نظام تمويلي خاص شبيه بنظام الصناديق الاجتماعية. قررت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب رفض طعن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري ضد قرار إحالته على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته على خلفية تدوينة فيسبوكية انجرها بين مشاركته في مسيرة لجبهة الخلاص بجهة المنيهلة. للإشارة في أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قررت إحالة نور الدين البحيري على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والدعوة إلى التقاتل وغيرها من التهم، وذلك على خلفية تدوينة فيسبوكية منسوبة لي إثر مشاركته في مسيرة لجبهة الخلاص بالمنيهلة خلال شهر جانفي من سنة 2022. للإشارة في أنه البحيري موقوف على ذمة هذه القضية، بالإضافة إلى قضية ثانية منشورة لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتتعلق بافتعال جوازات سفر تونسية وتسليمها إلى أجانب مطلوبين في قضايا إرهابية. من جهتها أكدت المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قديس أنه إجراءات إصدار قرار ختم البحث في الملف التحقيق المعروف إعلاميا بملف التآمر على أمن الدولة تمت في حدود الأجال والشكليات المسموح بها طبق مجلة الإجراءات الجزائية وطبق مستقر عليه فقه القضاء في المادة الإجرائية. وشدت حنان قديس على أنه إرجاع الملف إلى قاضي التحقيق تم قبل تضمين مطلب التعقيب، وأشارت إلى أن الملف حالياً على ذمة دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف، وقالت أنه كل الإجراءات قانونية وعندهم أدلة وقرائن ثابتة ومسجلة في دفاتر القطب وبالتوقيت أيضاً كيفاش معناها تمت. وأكدت أنه من حق هيئة الدفاع أنها تقول ما يحلو لها ومن حقها أنها تدافع على منوبيها، وهناك درجات تقاضي من أجل مثل هذه التأويلات ودائرة الاتهام ستنظر في ذلك. أما بخصوص تصريحات رئيس الجمهورية اللي قال أنه فما تمطيط في إجراءات مسار القضية هذه، تقول بأنه معناه العديد من الأطراف المداخلة في هذا الملف وأن التمطيط قد يكون مورسة من قبل أي طرف، لكن الأكيد أنه لم يمارس من طرف القطب حسب تعبيرها.